بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك طريقة سريعة للتسطير تحت الفقرات في برنامج وورد. ضع المؤشر في بداية الفقرة التي تريد التسطير فوقها واكتب إشارة ناقص 3 مرات، ثم اضغط انتر. يظهر فورا هذا السطر الجميل الرقيق. إن رغبت أن يكون السطر أكثر سماكة، اكتب إشارة أندرسكور وهي شيفت مع إشارة ناقص 3 مرات، ثم اضغط انتر. إن رغبت أن يكون السطر مضاعفا، اكتب إشارة يساوي 3 مرات، ثم اضغط Enter. أما إذا رغبت أن يكون السطر ثلاثياً سميكاً، فاكتب إشارة هاش 3 مرات، ثم اضغط Enter. للتسطير المنقط، اكتب إشارة نجمة 3 مرات، ثم اضغط Enter. وللتسطير المتعرج، اكتب إشارة تلدة 3 مرات، ثم اضغط Enter. إن رغبت بالتخلص من التسطير، حدد الفقرات، ومن الأمر حدود، اختر بلا حدود. للمزيد عن برنامج وورد، تابع قائمة إسرار برنامج وورد التي تظهر الآن. وإن أعجبك المقطع، ادعمه بلايك. وإن كنت من هواة برنامج وورد، اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.